السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم راح ندير لكم لي بيني باسهل واسرع طريقه. لي بيني هي اكله بحريه صيفيه، يعني ناكلوها على شط البحر. نبداو على بركه الله. انا البارح درت الميرانك ببياض البيض، بقى لي صفار البيض، صفار زوج بيضات، هذوك اللي راح نخدم بهم انا دركا لي بيني. لي بيني نديوهم معنا العشيه للبحر، انا راح نديرهم الصباح. علاش؟ خاطر شي يشدوا شويه الوقت في الطياب وفي ما يطلعوا، يعني مده العمل من بدايه ما تخلطيهم حتى نطيبهم يحتاجوا على الاقل نصف ساعه. انا عندي هذو زوج صفار تاع البيضتين اللي درت بهم الميرانغ من قبل، نضيف لهم نص كاس تاع حليب دافئ، لازم يكون شويه دافئ، ونديلو السكر، مغرف كبيرة تاع سكر، مغرف كبيرة تاع خميرة تاع الكسرة. هذا الخليط هذا يحتاج لنا زوج كيسان تاع فارينة إلى زوج كيسان ونص، يعني على حساب الفارينة واش تشرب. أنا نخلطهم ساعة هذا مع بعضهم ينسجموا، ومن بعد نفرغهم في الصحن الكبير ونبدأ نزيد لهم الفارينة. قلنا الفارينة على حسب كيف تشرب الفارينة، المهم ساعة زوج كيسان كاينين. والكاس الثالث نضيفه بالطرف، قادر يكون نص او ربع، نفرخهم لنا في هذا الطبسيل الكبير. انا قلت درت غير صفار البيضتين فقط اللي درت بهم بيضهم، درت به الميرانك. فالفيديو الجاي ان شاء الله نحط لكم الميرانك، الفيديو تاع الميرانك حتى هو سهل جدا. انا خلطهم لهنا، نضيف لهم الفارينه بهذا الكاس الكبير، ولكن انا القيس تاعي انايا هما كيزوج كيسان ونص، لوح ساعة هذا الكاس ومن بعد نزيد. نخلطهم بيدي. العجينة تاع هذه تاع لي بيني نزيد لهم شوية ملح وفاني باش نحيو ريحة البيض فقط. نخلطهم بيدي، هي ما تحتاج تكون سميكة وما تحتاج تكون جارية بزاف، يعني المهم احنا نخليوها طرية، خاطرش من بعد نفرشو لها الفارينة من التحت ومن الفوق باش نقدروا نقطعوها. نخلطوها بصبع يدينا فقط، ما تحبش العجين هي، مجرد برك ندخلوا كلش في بعضه نتحصلوا على عجينه متماسكه. نقدروا نرفدوها ونفرشوا لها الفرينه ونخدموها. هاني زدت لها الكاس الثاني وربع، رفدت لي هذا الطرف هذا، رفد لي زوج كيسان وربع نتاع 240 مليلتر. فرشت لها، اسمحوا لي تقطع لي المقطع اللي نفرش الفارينه ونحطها. المهم فرشت لها الفارينه سوغ لو بلون دو ترافاي، ومن بعد حطيتها بسطتها بالحلال وزدت لها الفارينه من الفوق. ومن بعد درك نجيبوا القطاعات باش نقطعوها. اللي ما عندهاش قطاعه مش يعني مشكل، قادره بكاس، قادره ببول، باي شكل اللي تحبيه تقطعي به، المهم شكل دائري مربع كل واحد وش يحب. انا عندي هذه القطاعات، راح نخير قطاعه اللي تجي في النص نتاعهم، يعني ما هي الصغيره كاع ما هي الكبيره كاع. خيرت هذه، ولكن ما نديرش الجهه مسترشفه، ندير الجهه اللي مش مسترشفه ونقطع، يعني لهنا دور الفارينه باش ما تلصقناش القطاعه في العجينه ونقدروا نرفدوها. في هذا الوقت نفرشوا لها حنايا قطعه تاع قماش، حطوها عليها تخمر مده 10 دقائق. هاي كي وين حطيتها تخمر على المنيه، وحطيت لهنا الزيت تغلي في مقله، ما نعمرهاش بزاف الزيت. نبداو بالزوج وهكذا، نجيبو مغرف ونرميو عليها الزيت من الفوق وما نقلبوهاش حتى تطلع، حتى تبدا تنفخ ومن تحت الطيب، يعني نقلبوها خطرتين فقط. هاو كيما نفرغوا عليها الزيت كيفاش تبدا تنفخ، ومن تحت هي بدات تطيب، يعني كي نقلبوها مره فقط نلقاوها طاب، يعني ما تقلبوهاش وهي ما تنفختش، اي ما تتنفخ لكمش، يعني لازم تفرغوا عليها الزيت برك بالعقل وخلاص وكي تنفخوا. انا نكمل قلياني كامل، نحطها في هذا الكسكاسي تقطرو، ومن بعد نجيب السكر عادي، ندير لها السكر ونحطهم. يعني طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، وديما انا شعاري واش نقول، نعرفوا واش رانا ناكلو واش رانا نطيبو واش رانا نرفدو معنا لولادنا.
لانه الاولاد على شط البحر ديما يحبوا الحاجه الحلوه. حنا نخدموا هاد الاشياء البسيطه في الدار ونديوها لهم. وكاين درك انا درت له هنا شويه، درت له السكر، ومن بعد نجيب شويه ندير له المعجون. انا نكمل هذه بالسكر ومن بعد نجيب لكم شويه نديرو بالمعجون. يعني اللي ما يحبش السكر يدير له المعجون، واللي ما يحبش المعجون يدير الشوكولاته. كل واحد واش عنده في الدار يدير. وكاين حتى اللي ما يحبهمش حلوين اصلا، يحبهم كي سفنج، يعني ما يدير لهم حتى حاجه وياكلهم هكا. انا لهنا عندي معجون المشمش، راني نديرها شويه في معجون المشمش. تقدروا تقطعوها كامل فوق يعني وتحطوها، اولا تقطعوها من الجنب كيما تحبوا. ها التقطيع على الجنب بالمقص، نفتحوها نوري لكم الداخل كيف راهي، كي فارغه هاي، كي شوفوا كيف راهي كي تجيني فارغه. ونحطوا فيها شويه معجون فقط ونديروها معنا. هادو هما لي بينيتانا، ساهلين ماهلين، طريقه بسيطه جدا، وقت قصير يعني ما يشدولكش الوقت، وماكسيموم ماكسيموم نصف ساعه. هادو هما في الطبق النهائي. بالصحه ولهنا نقصت لكم مثلا وحده اللي فيها المعجون كيف هيك تكون. هادي كي مسخونين الكيك، مازالوا سخونين. بالصحه ولهنا للجميع، واللي عجبته قناتي طابونا فيها، ويقول لي ويخلي لي تعليق بالسلب او الايجاب. ودمتم سالمين في رعايه الله، وصيف مبارك ان شاء الله سعيد، وعواشركم مباركه. احنا في ايامات العيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.